مدرستك السمة السعيدة بيها ازاي؟ من خلالك انت. يا ريت نخليكم بتمثلوا المدرسة تمثيل جيد، ويا ريتكم نخليكم تمثلوا الأسرة تمثيل جيد. ما تسيئش لأبوك وأمك وهم ما عملوش حاجة، ما قصروش في حقك. يا ريت، احنا بنتكلم على الأخلاق، ما ينفعش واحنا بنتكلم على الأخلاق نعاني من قلة الأخلاق. نرجع تاني لموضوعنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أخلاقه كان بيتعامل ازاي؟ تعال بص كده سريعا، يعني مش هتطول برضه فيها. ازاي كان بيتعامل مع المسلمين؟ ازاي كان بيتعامل مع اهل الكتاب؟ ازاي كان بيتعامل حتى مع غير المسلمين، مع الكفار؟ عشان تتعلم منه. مع المسلمين اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمها لنا كلها قائمه على التيسير. تيسير يعني ايه؟ يعني ما كانش عنده عصبيه، لا بيتعصب لفكره معينه ولا حاجه معينه الا الحلال والحرام وبس، لكن كانت قائمه على التيسير على الناس. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم ما بين امرين الا اختار ايه؟ ايسرهما. يعني كان بيدور على الحاجه البسيطه للناس. الدين بتاعنا دين فطره. ببساطه قوي ممكن تكون انسان متدين من غير ما تبالغ لا بشكلك ولا بتصرفاتك ولا تبالغ في عباداتك، لا الدين بتاعنا ابسط من كده بكتير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل اخلاقه قائمه على التيسير مع المسلمين. طيب مع غير المسلمين حتى مع اهل الكتاب كيف كان يتعامل؟ كانت قائمه العلاقه على التعايش. انا بختلف اكيد في خلاف ما بين العقيده ما بين المسيحي والمسلم واليهودي، صح؟ ولا يا اما ابو ايه واديانه واحده. ومع ذلك كانت اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قائمه على التعايش. يقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لاصحابه انكم ستفتحون مصر، وفي روايه يقول لك ارض يذكر فيها القراءات، قال ايه؟ فاستوصوا بأهلها خيرا. الله عليكم. شوفوا، يبقى شوف الوصية جت من النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بأهل الكتاب. أحبار النصارى قعدوا مع النبي في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم يوم واثنين وثلاثة، وكانوا يتعلمون ويسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. اختلفوا معاه ولم يقبلوا القرآن، أو احنا مش مقتنعين، ومع ذلك قامت العلاقة على التعايش. كان موجود في المدينة يهود يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. المقوقص أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ماريا القبطية، وصارت أم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان بيتعامل معاهم، كان بياكل من أكلهم، كان يتزوج منهم. يبقى العلاقة، عشان بقى الحتة دي مهمة قوي، نشيل الحواجز النفسية اللي ما بيننا. في فرق ما بين ان انا اعتنق العقيده ديت، وفي فرق ما بين اتعايش مع العقيده ديت. احنا مطالبين بالتعايش، يبقى حسن التعايش مع حتى اهل الكتاب. طب سيبنا من المسلمين ومن اهل الكتاب، ده مع الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم كانت اخلاقه مع الكافرين قائمه على العفو. كلكم فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كان أهل مكة مسلمين ولا كافرين؟ لما وقف كده ومعاه 10,000 مقاتل وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا إيه؟ أخو كريم. شفت بقى؟ ليه قالوا أخو كريم؟ لأنه عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه قائمة على الكرم وعلى العفو وعلى العفو، فقالوا أخو كريم وابن أخ كريم. تعرف ده فيه اللي اكتر من كده، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكون نايم تحت شجره، ويجي واحد ياخد السيف ويحطه على رقبته ويقول له من يمنعك مني؟ حط نفسك انت بقى مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده. واحد خد السيف وحطه على رقبته وقال له من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ الله. لفظ الجلاله خلى الراجل السيف سقط من ايده وترعش وساب السيف. مسك النبي صلى الله عليه وسلم متبدد الادوار، بقى هو الراجل اللي تحت السيف. طب واحد كان عايز يموتك، بطبيعه الحال الاصل ايه؟ زي ما كنت عايز تموتني انا اموتك، ده كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساله نفس السؤال، من يمنعك مني؟ قال له ايه؟ ما ينفعش يقول الله بقى، هو احنا قلنا انه كافر. قال ايه؟ قال له كن خير آخذ، يعني انا متوسل فيك الكرم، خليك اكرم مني واحسن مني. والنبي صلى الله عليه وسلم يخلي سبيل الراجل دوت بدون قيد ولا شرط. ولذلك الراجل دوت يرجع لقومه اللي هو
مش احسن من كده، وكان سبب في اسلام قومه. لما نيجي نتكلم على حسن الاخلاق هي عايزه محاضره كامله، انا بس عايز اقف على الجزئيه ديت واقول لك من خلال صفتك انت كطالب كتلميذ كابن ازاي نحسن اخلاقك، كيف تحسن اخلاقك كطالب؟ اجابه واحده بس دقيقه، اتفضل. ايه الصلاة؟ يبقى تحسن أخلاقنا بالعبادة، العبادة بيننا وبين ربنا، لكن إزاي بتحسن أخلاقنا؟ الله عز وجل قال إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة بتحسن أخلاق ولا ما بتحسنش؟ بتحسن أخلاقنا. شكرا يا بنتي. ولد لسه أحس من الأولاد بيتكلموا معايا. اتفضل، مع إن معاكم ولد ما شاء الله عليه، اتفضل يا رب. ان انت تدعي ربنا. ده كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان احنا نحسن اخلاقنا بالدعاء، تطلب من ربنا. شكرا يا ان هو يحسن اخلاقك. اتفضل. حسب معاملتك مع ناس، لو حضرتك بتتعامل مع ناس احسن تمام، اخلاقك هتتغير احسن. يبقى انت بتتكلم على اختيار الصحبه، حاجه جميله جدا منك ان انا اختار الناس اللي انا بصاحبهم.